خلينا نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل. معانا دلوقتي على التليفون الناقد الرياضي محمد مندور الصحفي بجريدة سبورت الفرنسية. مساء الخير عليك. ويعني تألق صلاح امبارح عن الفرعون المصري محمد صلاح، واحنا بنتكلم خلاص على يعني ايام بتفصلنا عن كأس الأمم الأفريقية وهو خلاص بيتجه للكوتيفوار. مساء الخير ازي حضرتك واهلا بكل المشاهدين. يعني الحقيقه طبعا كان مهم جدا ان هو يختم مشاركته مع ليفربول لان هو هيسيب ليفربول في وضع حرج جدا في الفتره القادمه، فكان مهم انه يسيب اثر هام جدا قبل ما يرحل للمنتخب المصري. هيغيب حوالي شهر ويمكن اكثر ان شاء الله، يعني باذن الله منتخب مصر يتوج بالبطوله، فهيبقى مشكله كبيره لنادي ليفربول. صلاح كده تقريبا بيغسل ايدين من الفريق قبل ما يرحل، بيتربع على قمه هداف الدوري برصيد 14 نقطه منصفه مع ايرلينج هالاند، بيتربع على قمه صانعي الاهداف برصيد 8 اهداف بالمشاركه مع واتكنز لاعب استون فيلا، وهو افضل مساهم في الاهداف في البريمير ليج منفرد برصيد 22 هدف. كل هذه الامور طبعا بترجح كفه ان الرجل هو الاكثر تاثيرا هذا العام في الدوري الانجليزي. صلاح على الصعيد الرياضي لا احد يضاهيه من لاعبي افريقيا اللي لعبوا في البريمير ليج، سواء دروجبا سواء ايتو اي احد اخر. اعتقد انه بالحسبة الارقام وحسبة الانجازات هو افضل لاعب افريقي في التاريخ لعب في الدوري الانجليزي، ومن وجهه نظري الشخصيه هو افضل لاعب في التاريخ لعب للدوريات الاوروبيه بصفه عامه. يعني ممكن نحط معاه سامويل ايتو لان انجازاته كانت كبيره جدا، لكن صلاح ما يقلش عن سامويل ايتو او على الاقل بيتساوى معاه. مساوية صلاح للأهداف مع هالاند، وهالاند مرعب، يعني كانت كل الناس بتتحدث عنه وإنه يفوق صلاح، شايف ده إزاي؟ يعني هو الحقيقة هالاند كان الموسم الماضي يعني كل كان عارف إن هالاند كان موسم استثنائي بالنسبة له. هالاند نجم كبير، لعيب كبير وهداف من طراز فريد، ولكن دايما باللغه المصريه كده الغربال الجديد له شده. اول سنه كده كان الوضع مختلف خالص، يمكن حتى صلاح اول سنه له في الدوري الانجليزي مع ليفربول كان ارقامه منفرده، وكان حطم الرقم القياسي للتهديف في الدوري الانجليزي من السنه الاولى مع فريق. فهالاند يعني هالاند كل اللي عمله ان هو كسر رقم صلاح بعده اهداف، ولكن الطبيعي والعادي بقى بتاعنا ان احنا ندخل على نسبه اهداف مقبوله هيحرزها هالاند في الفتره القادمه. هيكون في تساوي مع صلاح، هيكون في تساوي مع هيونغ مين سون اللاعب الكوري الجنوبي، اللعيبه اللي هي متعوده ان هي تكون على منصات التتويج في الارقام وفي التهديف وفي الصناعه والكلام ده كله. صلاح مش بعيد خالص عن الارقام دي، صلاح حاليا متصدر زي ما قلت لك برصيد 22 هدف ما بين الصناعه والاحراز، واعتقد ان هو لولا المنتخب ولولا غيابه عن حوالي 6 أو 7 مباريات ليفربول اعتقد انه كان هيكون هو هداف هذا العام. ولكن ما فيش حاجه بعيده، نسال الله كده ان صلاح لما يرجع مع المنتخب يكون في فورمه كويسه، يكون في حاله نفسيه كويسه، ويقدر يعوض فرق الاهداف المنتظر ان هو هيحرز هالاند مجموعه من الاهداف في الفتره اللي صلاح هيجيبها. الوداع العظيم اللي صلاح عمله مع ليفربول وهو في طريقه للكوتيفوار للمشاركه مع المنتخب، وقيمه مشاركته مع المنتخب بالنسبة له وتحقيق طبعا انتصارات مع المنتخب الوطني، بالتأكيد بيأثر في حاجات كتير، الكرة الذهبية وغيره. كل الحاجات دي طبعا مهمة ومؤثرة، بس حسبة الكرة الذهبية دي بالذات حسبة مختلفة خالص. صحيح. لازم من الأول يكون في إنجازات عامة مرتبطة بالإنجازات الخاصة. حتى لما نيجي مثلا بنتكلم عن إن صلاح في الموسم اللي هو اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه ده، الموسم الاول له في الدوري الانجليزي مع نادي ليفربول كان قريب جدا من الفوز بالدوري، خسر لصالح مانشستر سيتي، كان قريب جدا من الفوز بدوري الابطال لولا الاصابه اللي حدثت في كيكو من سيرجيو راموس المباراه النهائيه، وانقلبت المباراه بعد خروج لصالح ريال مدريد. اعتقد السنه دي لو كان صلاح استطاع انه يحرز لقب دوري الابطال وكان مساهم في اي هدف في المباراه النهائيه، وكان فعلا هو متفوق في هذه المباراه قبل خروجه في اول 20 دقيقه، كان الكره الذهبيه حسمت بالكامل. يعني ما نقدرش يعني ننكر ان هناك عاطفه بتربط جميع المصوتين في الكره الذهبيه للاعب اللي بيحرز انجازات وبيحرز القاب. اكيد الاداء الفردي مهم، اكيد التهديف مهم، ولكن اذا لم يقترن الاداء الفردي والتهديف بتحقيق بطوله كبيره يتحدث عنها العالم،
وصعب جدا ان الاهلي يستقر. ده اللي احنا بنتمناه يعني بتحقيق بطولات صلاح مع المنتخب الوطني في كوت ديفوار، قلوبنا كلها طبعا مع المنتخب الوطني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد مندور الصحفي الرياضي بموقع وجريده سبورت الفرنسيه. يعني محمد صلاح امبارح كان قال التهديف وكانت بتتغنى بيه جماهير ليفربول كالعاده، واحنا دايما بنفتخر بمحمد صلاح وهنفضل نفتخر بيه، وان شاء الله كلنا نشجع منتخبنا الوطني ونستمتع بالمباريات في كأس الأمم الأفريقية.